بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت اليوم بعدة طعون انتخابية متعلقة ببطلان انتخابات 2016، وهي مبنية على 3 أسباب رئيسية. السبب الأول متعلق ببطلان مرسوم الدعوة لعدم وجود وزيرا محللا في التشكيل الوزاري لما صدروا مرسوم الدعوة، وهذه مرسوم الدعوة إذا أبطل فيبطل ما تلاه من عملية انتخابية، وبالتالي أبطلت العملية الانتخابية قولا واحدا. وهناك أحكام صادرة من ذات المحكمة الدستورية تشير إلى نفس هذه، سأزود المحكمة فيها. السبب الثاني عدم صدور قرار من وزير الداخلية استنادا لنص المادة 26 من قانون الانتخاب التي تلزم وزير الداخلية بأن يصدر قرار بشكل الورقة الانتخابية، ولذلك جاءت الورقة مبهمة وكأنها ورقة عادية موجودة مطبوعة بطباعة عادية. هذه الورقة بدون وجود قرار أيضا تبطل العملية الانتخابية. السبب الثالث ما شابه العملية الانتخابية من أقاويل قد تكون مرسلة وقد تكون حقيقية، ولكن هي حقيقية بالمعنى الكامل باعتبار أن جميع الدوائر كانت واضحة أن القضاة لم يسمحون لكل المرشحين بأن يثبتون في المحاضر الأصلية اعتراضاتهم، ولذلك اتجهنا للمحكمة واتجهنا للسيد المستشار النائب العام بطلب أساسي وجازم يقرع سمع العدالة بأن يحرز لنا الكاميرات الموجودة في المدارس والكاميرات الموجودة في مجلس الأمة الداخلية والخارجية، حتى نتأكد متى طلعت الصناديق من المدارس ومتى وصلت لهناك، وهل كانت بمعية القضاة وفقا للقانون أم لا. لأن إذا ما كانت بمعية القضاة هذه تؤكد لنا وتؤكد للشارع الكويتي أن العملية الانتخابية فيها شائبة تعرضها للبطلان. هذا السبب الثالث والمهم جدا في العملية الانتخابية، إضافة لكل الطعون التي سبق أني قلتها في طلب أساسي وطعن أساسي، وهو الطعن على قانون الموسي الخاص بالسيد الدكتور بدر الداهوم مرشح الدائرة 5، والذي سمحت له وزارة الداخلية بأن يصوت ولم تسمح له بأن يرشح، وهذا أمر يحتاج إلى فصل من المحكمة الدستورية. كما أن أحب أني أوضح أن قانون الموسي قانون غير دستوري باعتبار أن عطى الأبدية لكل من يسيء إلى الذات الأميرية أو يسيء للأنبياء أو لله سبحانه وتعالى، وبالتالي الأبدية هذه مو موجودة في أي قانون ولا هي موجودة في أي دستور بالعالم، مما يصمها بالبطلان ويصم هذا القانون بمخالفته لكل المواثيق العالمية وكذلك الدستور الكويتي. وبعد كل اللي ذكرته من أسباب للطعن وطعن السيد الدكتور بدر الداهوم، أحب أني أوضح أن إحنا كلنا يهمنا أن ما نبطل العمليات الانتخابية، ما إحنا طلابة بطلان، لكن إحنا طلابة تطبيق قانون بشكل عادل حتى نحمي العملية الانتخابية، وبالتالي نحمي المرشحين اللي نجحوا واللي تمكنوا من أنهم ينجحون. لذلك أنا مو جاي علشان أطعن لمجرد الطعن، لا، أنا جاي أطعن حتى تطبق الحكومة ونكون نحن مراقبين على العملية الانتخابية بشفافية وبوضوح حتى نطبق ما نبي بالشكل الصحيح.